اسمحوا لي في البداية أرحب بزميلي في تقديم هذه الفقرة محمد. تفضل يا محمد. صباح الخير يا صباح الخير يا جاسمين. صباح. تفضل يا محمد. صباح الخير يا هبة. صباح الخير على الرئيس. صباح الخير على السادة الحضور. أنا محمد مصطفى، بطل تنس طاولة في الاتحاد الرياضي المصري للأعاقات الذهنية، وبطل في نادي الزمالك. إحنا القادرون باختلاف، بنأكد وجودنا في المجتمع، وبناخد حقوقنا اللي الدولة اديتها لنا وعملت قوانينها. عارف إن اليوم ده ليا، صوتي بيوصل، طلباتي بتتحقق من رئيس وحكومة بيقدموا كل السند والدعم. سيادة الرئيس، حضرتك السنة اللي فاتت كنت أول رئيس جمهورية يدير حوار على الهواء مباشرة مع القادرون باختلاف. والحقيقة إحنا السنة دي طمعانين في حضرتك وبنستأذنك لأن معانا القادرون باختلاف حابين يسألوا حضرتك ويسمعوا منك. الفقرة الأقرب لقلوب المصريين فقرة اسأل الرئيس، يديرها الزميل الإعلامي إبراهيم فايق. رئيس، السيدات والسادة الحضور الكريم، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر بخير وصحة وأمان يا رب وعزة. الحقيقة أن الواحد عنده مزيج من المشاعر المختلطة. سعيد وبتشرف النهاردة أن أنا واقف قدام فخامتك سيادة الرئيس. سعيد أكتر لسعادة الولاد وبستمد منهم طاقة النور والأمل. الحقيقة فخامة الرئيس لو تسمع قد إيه كانوا في الكواليس مبسوطين متحمسين أن النهاردة يومهم وأن النهاردة هيقفوا قدام حضرتك شيء فعلاً فعلاً يدعو إلى السعادة. فخور كمواطن مصري أنه بفضل الله بلدي ورئيس بلدي استطاع أنه يغير فكرة ويغير مسار لحد ما بقى عندنا النهاردة قادرون باختلاف وبتميز كبير. اسمح لي فخامة الرئيس أن احنا نبتدي مع حضرتك حوار مع الرئيس، وهي الفقرة المحببة والمقربة إلى قلوب كل المصريين. البداية مع جميلة الجميلات الأستاذة فرح. يا فرح إزايك؟ تمام الحمد لله. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. ممكن تعرفين على نفسك أكتر؟ أيوة طبعا. تفضلي. أنا فرح حسن محمد الكومي، عندي 17 سنة، بلعب تنس طاولة، برقص فنون شعبية، وكمان بقرص شعر. ما شاء الله ما شاء الله. طيب، حابة النهاردة ان انت تسألي سيادة الرئيس تقولي له ايه بقى بمناسبة السنة الجديدة؟ اول حاجة اقولها صباح الخير يا رئيس. صباح الخير يا فرح. كل سنة وحضرتك طيب. وانت بخير وصحة وسلامة. خليتك اتمنى ايه في السنة الجديدة يا رئيس؟ اتمنى ايه؟ اه بسم الله الرحمن الرحيم. خليني الأول أرحب بيكم كلكم، أهلا وسهلا اللي موجودين معانا في الصالة واللي موجودين هيسألوني دلوقتي، بس أنا بطلب منكم أن أنتوا تسألوني أسئلة سهلة يعني. تسألوني أسئلة سهلة بقى. تسألوني أسئلة سهلة. اتفضل. فرح بتقول لي أنت بتتمنى إيه في السنة الجديدة؟ اللي في مكاني ده ما يتمناش غير كل خير لبلده، عشان يقدر يلبي لهم ويحقق لهم كل اللي هم نفسهم فيه. فأنا إن كان علي أنا على المستوى الشخصي يعني ما بقاش ليا حاجة شخصية الحقيقة، بقى كل هم إن أنا يا ربنا يعني ويوفقني، واللهم أمين يا رب ويكرمني، وحس إن أنا أقدر يعني
شكرا يا ريس. هيسر لكم شويه الحاجه. فادعي لنا فرح. حاضر. من فضلك يعني. انا يا حاضر. انا سمعت كمان ان انت بتقولي شعر، انت لسه بتقولي دلوقتي شعر. ايوه. ايه اكتر بقى حاجه انت بتحبيها في الشعر اللي بتقوليه؟ انا زعلانه. لا زعلانه ليه؟ طب بعد الكلام الحلو بتاع سياده الرئيس ده. لا هي اسمها كده. هي اسمها كده. ايوه. شكرا يا فرح، بشكرك شكرا جزيلا. لا انا مش زعلانه والنبي. لا انا مش زعلانه. يا فرح. ايوه. لا انا مش زعلانه من فضلك. خلاص هتخليها انا مش زعلانه؟ طيب نخليها انا فرحانه. طيب نروح بقى للأستاذ رامز. ورامز هو صوت العقل والمفكر بتاع المنصة بسم الله ما شاء الله. رامز مواهب متعددة، فخلونا نصبح على رامز. يا رامز صباح الخير، ازيك؟ صباح الخير يا إبراهيم، ازاي حضرتك؟ أخبارك ايه؟ الحمد لله والله. كله تمام؟ كله تمام. طيب ممكن تعرفنا على نفسك أكتر بقى؟ أكيد طبعا. أنا رامز ممدوح، عندي 17 سنة، في ثانوي عام. ما شاء الله. طيب رامز انا عرفت كمان ان انت بتعمل مونتاج للصور والفيديوهات، الكلام ده صح؟ مظبوط يا ابراهيم. بتعمل كده ما شاء الله. طيب ايه السؤال اللي انت حابب تساله النهارده لفخامه الرئيس؟ طبعا اول حاجه ازي حضرتك يا فخامه الرئيس. اهلا وسهلا يا رامز، ازيك؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ انا بخير طول ما انتم بخير يا رب دايما. ممكن أمين. حضرتك تقول لي ايه هو اصعب موقف عدى على حضرتك لما كنت في قوات المسلحه؟ اصعب موقف؟ اصعب مش كده؟ بص يا رامز، أصعب وقت علي كان في 2011، والله يعني يعلم ما في نفسي في اللي أنا بقوله ده. أنا كنت ببكي على مصر يا ابني، كنت ببكي على مصر. فحسيت إن ممكن الأمور تخرج عن ال يعني عن السيطرة والبلد تخش في دوامة كبيرة جدا من الخراب والدمار، وكنت عارف ان احنا عددنا مش قليل وظروفنا كمان صعبة كدولة، يعني مش مستحملة ابدا انها تدخل في يعني في امور زي كده. فكنت حاسس بالخطر الشديد، وأقدر أقول لك بدون مبالغة يا رامز، من ساعتها لغاية دلوقتي وأنا يعني وأنا في الوقت ده ما كنتش بان عليا سني خالص خالص، تحس إن أنا أقل من صحيح والله. ربنا يخليك لينا سيادة الرئيس. أنا بكلمك بجد، مش أنت بتسأل يا رامز وبتسأله؟ أكيد. وأنا برد عليكم، لو هاتوا الصوري اللي أنا كنت موجود فيها في الفترة ديت قبل 2011 ما تدونيش أكتر من 30 سنة. صحيح لسه شباب يا رئيس برضه، لسه 30 سنة. لكن اللي حصل والخوف على البلد والناس، أكتر حاجة صعبة يا رامز إنك أنت تشعر إن أهلك وناسك ممكن يضيعوا وأنت مش عارف تعمل حاجة. فده سؤال صعب قوي، لكن أنا جاوبت عليه. ومش أنا بس بالمناسبة، في ناس كتير كانت في مصر وكان في الجيش بالذات عندهم القلق ده والخوف ده إن الأمور تخرج وتبقى في حاجة صعبة لمصر. لكن وأنا بقولها دلوقتي بعد تقريبا يعني 10-11 سنة، لازم تعرف يا رامز وكل اللي قاعدين في مصر يعرفوا إن اللي حمى مصر ربنا سبحانه وتعالى. وأنا من الناس اللي ممكن كان يبقوا شايفين قد إيه حجم الدمار اللي البلد دي هتدخل فيه وتضيع فيه، ويمكن لسنين طويلة 20-30 سنة 40 سنة الله أعلم. لكن ما فيش حد تاني حمى البلد دي والبلاد اللي جنبينا، أنتوا شايفين البلاد اللي جنبينا اللي دخل ما رجعش. وبالمناسبة مصر أضعف ظروفا من الناس ديت، احنا عددنا ما شاء الله كتير وبالتالي وشبابنا كتير، فلو كان حصل شكل من الأشكال الاقتتال حرب أهلية يعني في 2012 و13 كانت
لكن هنا برضو نقدر نقول حاجة تانية يا رامز، إن الجيش والشرطة والدولة دفعت ثمن كبير قوي. صحيح. أنا متشكر حضرتك. طب أنا يعني تقديري ليه ربنا عمل كده مع مصر؟ تقديراً لمصر، حباً لمصر وشعب مصر. فالحمد لله سبحانه وتعالى إن إحنا ربنا نجانا من ده وعداها بسلام، وإن شاء الله تبقى بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تبقى الجاي أفضل وأكرم يعني. إن شاء الله. طيب. إن شاء الله بإذن الله. لو بنتنا اللي موجودة دي نامت سيبها. أيوة سيبها يا سيدي، هي مع ربنا بقى. أنا عايز أقول لحضرتك يا فخامة الرئيس إن هي مستنية حضرتك بقالها كتير جدا. يا أخي أنا واقع في موقف صعب جدا. لا لا عايز أقول لحضرتك. ليه؟ هي نفسها إن هي تتكلم مع حضرتك ونفسها إن هي. أنا مستني، ما عنديش مشكلة، ممكن أقعد ساعة. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك. تعال. طيب أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. تاليا الخمسين سنة اللي جاية وهي أصغر محاورة موجودة معانا على المنصة، إن شاء الله بإذن الله هي اللي هتستحوذ عليهم. يا تاليا صباح. نعم. صباح الخير. أنت صح يا تاليا بقى. صباح النور. يا تاليا أنت. إزاي حضرتك يا فخامة الرئيس؟ إزايك يا حلوة. صباح الخير. صباح النور. صباح النور على البنور. أنا تاليا محمد عبد المنعم. أهلاً. عندي 5 سنين ونص. ما شاء الله. في مدرسة لسان الحرية باب اللوق في KG2. KG2. طيب تاليا حابة النهاردة أن أنت تسألي سيادة الرئيس تقولي له إيه؟ هو حضرتك عندك أحفاد؟ عندي أحفاد يا تانية. إزاي بتقعد معاهم إن حضرتك على طول مشغول؟ بص يا تانية، يوم الجمعة بعد الصلاة بتغدى معاهم في الغالب، وبقى في فرصة إن أنا أشوفهم وأتكلم معاهم. طيب تالية. نعم. ممكن نثبت لسيادة الرئيس إن إحنا صحيين ونغني؟ جاهزة؟ جاهزة أكيد طبعاً. طيب هنغني إيه؟ في أغنية لفيروز. تك تك؟ أو طب يلا جاهزة؟ جاهزة. يلا وإحنا هنسقف معاك. تك 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 يا أم سليمان، تك 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 زوجك وين كان، تك 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 كم بالحق لي عم يقضوا في خوخ ورمان، تك 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 يا أم سليمان، تك 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 زوجك وين كان، تك 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 كم بالحق لي عم يقضوا في خوخ ورمان. برافو برافو برافو. صوتك جميل. وفي جملة بقولها. قولي. أنا بحبك يا ريس وربنا يوفقك. اللهم أمين يا رب. وأنا والله يا تانية بحبك جدا جدا وبحبكم جدا جدا جدا. استأذن حضرتك بقى. أنا عندي طلب أخير. اتفضلي. أنا عايزة أتصور مع حضرتك. هطلع أتصور معاك. ممكن يا تانية؟ نعم. هطلع اتصور معاكم كلكم بعد ايه بعد ما نخلص يعني. مفيش اثبات اكتر من كده، هو خلاص ان هي صحيت الحمد لله. طيب نروح بقى للاستاذ عمرو. وعمرو هو شعله النشاط بسم الله ما شاء الله على المنصه عندنا هنا. يا عمرو ازيك، ايه الاخبار؟ انا تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام يا ابراهيم. طيب حابب النهارده الاول بس عرفنا على نفسك اكتر. تمام. انا عمرو عيد، انا عندي 17 سنه، وانا بطل سباحه في مركز شباب الجزيره، وبحب التكنولوجيا وبرمجه الكمبيوتر، وانا في ثالثه ثانوي عام دلوقتي. ادعوا لي بقى ان شاء الله بالتوفيق. يا رب يخش الكليه ويجيب توم فرونتين وكمان يجيب بلو يا رب. كده اقدر اقول لحضرتك يا فخامه الرئيس ان دي دعوه مستجابه ان شاء الله. ان شاء الله.
شاء الله. السؤال بقى اللي انت حابب تساله سيادة الرئيس. الاول صباح الخير يا رئيس. اهلا صباح الخير يا عمرو. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا عايز اقول لك ان انا سعيد جدا وفخور ان انا قدام حضرتك دلوقتي. وعايز اقول لك كمان السؤال بتاعي بقى، امتى حضرتك خفت قوي على بلدنا يا فندم؟ خفت على بلدنا امتى؟ اولا انا بشكرك يا عمرو وسعيد بيك وانا اللي فخور ان انا اقعد معاكم. وانا هقول لك على حاجه كنت ماخرها لما اطلع على ال اتكلم يعني. فلما لقيت بيقول لينا مكان، لا مش كده برضو مسمينها لينا مكان، بقى لينا مكان. فانا يعني مني راجل يعني كبير شويه، فدايما بفكر في الدنيا الثانيه اللي هي يوم القيامه، يعني يوم لقاء الملء ربنا سبحانه وتعالى. وانا بقول لكل اللي بيسمعني، بقول لكل اللي بيسمعني وانت منهم يا عمرو، في اليوم ده صدقني صدقني، وبكره تشوفوا ان شاء الله يوم اللقاء ده، احنا اللي هنقول يا رب احنا لينا مكان معاهم. وانا قلت الكلام ده في الاول، احنا لينا مكان معاهم. فانتوا قلت اه هنيجي، ما قلتوا لا هيبقى موقفنا صعب قوي. فده الاول. طيب ربنا يكرمك. فالمهم يا عمرو انا عايز اقول لك هو ده زي ما قلت كده السؤال، يعني ان الخوف على مصر على طول دائم يعني، لكن في الفترة بتاعت 2011 و12 و13 و14 ولما حصل الموجة الكبيرة من الإرهاب والتفجيرات بتاعت الكنائس والمساجد والمديريات الأمن بتاعت الداخلية، اللي هو يعني قد يكون بعضكم ما كانش كبير قوي ساعتها، لكن في الوقت ده كان أي حد يشوف مصر يقول خلاص يعني خلاص يعني كده. مش عايز أجيب يعني الذكريات دي التاني غير إن إحنا نفتكرها عشان نخلي بالنا، عشان نخلي بالنا. لكن بقول تاني إن كان في شباب زي عمرو ورامز وكل اللي موجودين، في شباب من مصر من الجيش ومن الشرطة ومن القضاء ومن كل حتة، ومن غير تمييز لا مسلم ولا مسيحي، كل مصري دفع ثمن كبير قوي عشان البلد دي تبقى بالهدوء ده، تبقى بالسلام ده. فان كان ان كان ليا كلمه اقولها للناس، حافظوا على اللي ربنا سبحانه وتعالى وقف معانا فيه وحمل البلد دي. وفي شهداء عمرو، في شهداء، شهداء 3000 شهيد، وفي 12-13 ألف مصاب إصابة يعني مؤذية جدا ما يقدرش يبقى طبيعي بعد كده. ده الثمن اللي اتدفع، ما بتكلمش في فلوس ولا في تخريب، احنا بنتكلم في ناس غالية علينا، ناس غالية علينا قدمت حياتها عشان البلد دي تبقى كده ونبقى احنا قاعدين كده مع بعض كلنا في أمان وسلام. فنسمحوا لي ان احنا في اليوم ده برضو ان احنا نوجه لهم التحية والسلام ونقول يا رب ارحمهم، ونقول لأسرهم يعني 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 لأسرهم اللي هي ممكن يكونوا يقولوا خلاص نسيونا، لا والله احنا ما نسينا ولا هننسى. وبقول لهم ان ربنا سبحانه وتعالى الأجر الكبير لكم في اللي قدمتوه في أبنائكم اللي هم استشهدوا عشان الدولة دي تفضل زي ما هي كده. أنا كنت عايز أقول لحضرتك يا فندم إن طول ما أنت رئيس بلدنا مصر بعد ربنا سبحانه وتعالى، محدش هيقدر يقرب لبلدنا ولا يمسها أبدا يا فندم. إن شاء الله إن شاء الله ربنا. طيب نروح بقى للأستاذ محمود، والأستاذ محمود هو الوسيم بتاعنا، الفوتوجينيك بتاعنا. ازيك يا محمود، ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام، خير الحمد لله. ممكن تعرفنا على نفسك اكتر؟ انا محمود احمد، بطل مصر في العاب القوى من نادي فرسان الاراده، ولاعب في الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنيه.
طيب ايه السؤال اللي انت حابب النهارده تساله لفخامه الرئيس؟ اولا ازيك يا فخامه الرئيس؟ الله يسلمك يا محمود. هو انا النهارده مش جاي اسال حضرتك. لا اسال. هو انا جاي اقول لك عن حاجه. اتفضل. يعني انا بطل رياضي وكليه التربيه الرياضيه مش بتقبلنا، وكمان كليه اعلام مش بتقبلنا كدمج، وانا كان نفسي ابقى اعلامي رياضي. يرضيك كده؟ لا ما يرضينيش. خلي حضرتك. لا ما يرضينيش يا محمود. دي احنا هنحاسب بتوع التربيه الرياضيه وبتوع الاعلام. وهيبقى يوم النهارده. لا طبعا يا محمود، شوف اسمع الكلام اللي انت بتقوله، كلام مهم يا محمود قوي. وانا يمكن كنت من كام يوم كنت بتكلم بقول ان الدوله ما بتعتمدش في ادارتها على الاماني ولا على النصح وتوجيه الكلام. الدولة بتدير أمورها من خلال قوانين ونظم تنظم كل شيء، مش على أن احنا نقول ايه طب نناشد فلان يعمل، أو بنتمنى أن فلان يعمل، أو الناس تخلي بالها من ولادنا وبناتنا مش عارف ايه. لا، الدولة تعمل قوانين تأمن الأفكار اللي احنا بنتكلم فيها ديت، واحنا ماشيين في كده، واحنا ماشيين في كده، وده مشوار مش قليل، لأن حجم القوانين اللي احنا محتاجين نعملها مش بس للشباب والشابات وأبنائنا، لا احنا بنتكلم على قوانين كتير قوي يمكن البرلمان بيتصدى لها، لكن احنا ناخد الموضوع ده اللي انت اتكلمت فيه. احنا فيه في الدستور وفيه في القانون تحصين للقادرون، في تحصين لهم وفي نسبة معينة من المفروض يشتغلوا في الدولة، مش بس في الدولة قطاع حكومي، لا حتى في القطاع الخاص في كل حتة. فأنا عايز أقولك بس أولا ما تتعلمش من موضوع الكلية ديت، وهنشوف الموضوع ده مع وزير التربية الدكتور مصطفى التعليم العالي موجود معانا، نشوف إيه الحكاية، لأن احنا محتاجين نبقى كلنا نبقى مع بعض، محتاجين نبقى مع بعض. اوعى يا محمود اتكلم واعمل اللي انت عايزه، انا معاك. طيب طبعا اذا حضرتك اذنت لي محمود ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه يكون هو اللي بيقدم معايا البرنامج ونتشرف بده ان شاء الله. يسعدنا ان شاء الله. يسعدنا. طب توريني مواهبك بقى محمود في الاعلام وسام ورنا. صحيح. من 2018 بكرم ربنا كرمني بصاحب، بكذا صاحب منهم وزير الشباب والرياضة، خدني وعملنا رابطة شباب دار الهمم ومع الأستاذ هشام سليمان، وطورنا ومع الأستاذة هادية صاحبتي وزميلتي في البحث العلمي هادية حسني، بنعمل بحث أنا معيد باحث في كلية التكنولوجيا الحيوية وبعمل بحث مع الأستاذة هادية. شكر جدا جدا على النصيحة والتوجيه ده، وبهنيك على اللي انت حققته، بهنيك والله على اللي انت حققته. هنتصور وهنعمل كل حاجة. حاضر، بس ندي فرصة للإعلاميين اللي قدامنا دول يتكلموا. اتفضل يا محمود. فخامة الرئيس كان بيقول لك بقى
فين المواهب بتاعتك؟ انت خلاص دلوقتي بقيت اعلامي رياضي. ايه اول سؤال؟ وخد بالك بقى ده يعني اول سؤال هتساله وانت مذيع واعلامي رياضي لفخامه الرئيس. ايه رساله حضرتك للكره المصريه عشان توصلنا كاس العالم؟ سؤال مهم جدا. ما تدخلنيش مع الكور. الشباب يزعل. لا شوف، لا رساله مش بسيطه. ما فيش حاجه ابدا تقدر تتحقق من غير جهد واصرار. شوف انتوا يعني انتوا مثال بالنسبه لنا. الاسر اسركم قالت لا احنا هنبذل جهد ومصرين على بذل الجهد عشان النهارده يا محمود تبقى موجود، وعشان مش بس محمود واسر كتير ما جاتلاش الفرصه ان هي تبقى معانا فوق كده نشوفها. فاذا كنا بنتكلم على الكوره، الكوره مش لعبه، الكوره دي زي ما شفت كده الدنيا كلها بتحب تلعبها وبتحب ان هي تتفوق فيها. لو احنا عايزين في مصر، هل احنا ما عندناش شباب؟ واحنا عندنا 105 مليون ما شاء الله، منهم 60% شباب. لا عندنا، بس مهم قوي ان احنا نعرف نشوفهم ونختارهم ثم ندربهم ونصر عليهم. ده النص بتاعنا. النص بتاعهم هم اللي هو بتاع اللعيب، ان هو يعرف ان الرحله رحله طويله محتاجه جهد كبير جدا جدا، يعمله في الملعب ويعمله حتى مع نفسه عشان يحقق ده. لا هي المساله فقط بان احنا نجيب مدربين كويسين ولا ان احنا نوفر ملاعب كويسه، لا، احنا الموضوع على بعضه متكامل بين الدوله وبين حتى الاسره اللي عندها ابناء وشايفاهم عندهم فرصه، وبين الابناء اللي هم او الشباب اللي ممكن يلعبوا اللعبه دي. لو قدرنا نعمل كده وبقى فعلا الولاد، مش بس الولاد والبنات اللي يقدروا يلعبوا اللعبه دي، نديهم الفرصه ويتدربوا، هنقدر نوصل ونحقق حاجات كتير. شكرا يا فندم. شكرا محمود، بشكرك. كنت عاوز طلب من حضرتك. حاضر يا محمود. يعني بما ان بطل مصر كان نفسي العب في الاهلي. يعني ما تدخلنيش مع الخطيب والاهلي يا محمود. طيب حاضر. الوزير شباب بيقول لي سهله ان شاء الله. ماشي، شكرا. شكرا جزيلا. طيب نروح بقى للاستاذه رحمه. رحمه ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ممكن تعرفي نفسك اكتر؟ اتفضلي. صباح الخير يا ريس. صباح الخير يا رحمه، ازيك؟ انا رحمه ممدوح، عندي 20 سنه، طالبه في اكاديميه فنون معهد العالي فنون مسرحيه، بمثل وبغني وبعمل استعراض ولعبت العاب كوره في مدينه نصر، ونفسي اكون ممثله مشهوره. ما شاء الله ما شاء الله. طيب ايه السؤال اللي انت حابه تساليه النهارده لسياده الرئيس؟ انا بحبك يا رئيس، ربنا يكرمك ويساعدك ويخليك لينا، اللهم امين يا رب. أمين. العالمين. امين يا رب. امين يا رب. طيب دي دعوه. السؤال بقى، ايه اكتر حاجه فرحتك وحضرتك رئيس؟ اكتر حاجه فرحتني، شوفي اكتر حاجه بتفرحني وبيبقى يوم جميل، اليوم اللي انا باجي فيه انا معاكم. اسمعي، انا ماليش في دي، مش بفرح بمزاجي، يعني عايز افرح بفرح، مش عايز افرح ما افرحش. لا، انا بقى نفسي بقى فرحان بيكم. ربنا سبحانه وتعالى بيجعلكم فرح ليا. ولو الناس تعرف، والله كانت الناس وهي نازله من السلالم البيبان تتفتح وهم وانتوا نازلين. ولو الناس تعرف، صحيح، كانت العربيات تقف وانتوا بتعدوا، والله لو يعرفوا. بس حكمة ربنا بقى. فأول الفرحة الكبيرة جدا بتاع اليوم ده، كل سنة ببقى قاعد معاكم وبخرج أكني اتغسلت. والله. شكرا يا رحمة، بشكرك شكرا جزيلا. ونروح للأستاذ عاصم. عاصم ازيك، ايه الأخبار؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. كله تمام؟ كله تمام. طيب ممكن تعرفنا على نفسك أكتر؟ صباح الخير يا ريس. صباح الخير يا عاصم، إزايك؟ الحمد لله. أنا اسمي عاصم محمد،
عندي 15 سنة، طالب في تالتة إعدادي، بطل جمهورية في السباحة وبلعب في نادي الزمالك، بغني وبمثل وعازف الكمانجا وإنشاد ديني وبرمجة الكمبيوتر وأحفظ القرآن بالتلاوة. كويس يا عاصم، أوي أوي أوي. ما شاء الله ما شاء الله. عاصم حابب تسأل سيادة الرئيس النهاردة تقول له إيه؟ إيه الدعاء اللي حضرتك بتدعيه كل يوم؟ الدعاء اللي بدعيه، أنا بدعي كتير، بقول رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. الدعاء ده يا عاصم بتاع سيدنا يوسف. دعاء مين؟ سيدنا يوسف بيقول فيه اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. طيب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، فخامة الرئيس، إنه بسم الله ما شاء الله عاصم هو يعني معجزة إلهية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ما شاء الله عاصم بسم الله ما شاء الله، وهو حافظ لكتاب الله، إذا قلنا له أي آية في القرآن هو بيعرف رقم الآية واسم الصورة ما شاء الله والجزء. فإحنا ممكن نعمل ده دلوقتي إذا حضرتك حابب بعد إذنك. طب ما تقول لنا الآية اللي إحنا قلناها بتاع سيدنا يوسف دي، الجزء الكام ومش هقول الصفحة بقى، هقول الجزء الكام والأرقام اللي أنت بتقول لك أنت يعني ربنا موفقك فيها. يعني سورة الأنفال الجزء العاشر آياتها 75، ترتيبها رقم 8، رقم الصفحة 185، رقم الآية 63. شكرا يا عاصم، بشكرك شكرا جزيلا. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نروح للأستاذة ضحى. ضحى إزاي؟ كله تمام؟ طيب انتي الاول عايز اقولك انه فخامة الرئيس وكلنا مبسوطين ان انتي معانا النهاردة، واحنا كمان بنشكرك. ايه السؤال اللي انتي عايزة تقوليه لفخامة الرئيس النهاردة؟ بتقول لحضرتك ان هي بتحبك. حضرتك عامل ايه؟ انا بخير. عندها سؤال صغير لحضرتك. الصم والمكفوفين والحركي وكل القادرون باختلاف في مصر، هل المواصلات الجديدة هتكون متاحة ليهم ومجهزة ولا لا؟ طبعا طبعا، يعني أنا عايز أقول مش بس المواصلات، يعني إحنا كل المدن الجديدة اللي إحنا بنعملها حريصين قوي على إن إحنا نحقق فيها المعايير اللي ممكن تسهل وتيسر لكم لكل يعني القادرون الحركة فيها بسهولة. طب هل النهارده في اللي بنعمله جوه القاهره بنحرص على كده؟ مش بس المواصلات انا بتكلم، احنا بنتكلم على كل شيء ممكن يوفر وييسر على ابنائنا وبناتنا القادرون. يعني بشكر حضرتك يا سياده الرئيس، شكرا جزيلا. نروح ليه؟ نروح للاستاذ عبد الله. يا عبد الله ازيك؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ممكن تعرفنا على نفسك اكتر؟ طبعا. اتفضل. أنا عبد الله محمود، عندي 15 سنة، في أولى ثانوي، بعزف بيانو وبدرس موسيقى في معهد الكونسرفاتوار. ما شاء الله.
ايه اكتر حاجه بتحب تعزفها بقى؟ اكتر حاجه بحب اعزفها اغاني ام كلثوم وعبد الحليم والحاجات القديمه عموما يعني. صاحب مزاج قوي ها. طيب ايه السؤال اللي انت حابب تساله النهارده لفخامه الرئيس؟ ازي حضرتك يا فخامه الرئيس؟ انا بخير بخير يا عبد الله والله الحمد لله. الحمد لله. هو الحقيقه طلب لو تسمح لي سيادتك. اتفضل. احنا القادرون باختلاف فخورين ان حضرتك رئيسنا وحياتنا اتغيرت بوجود حضرتك. وعشان انا عارف ان احنا لينا وضع خاص عند حضرتك، عايز اطلب من سيادتك توجه رساله للقادرون باختلاف وكمان رساله تانية للشعب المصري كله. ممكن يا فندم؟ حاضر حاضر. شكر جدا. شوف بص يا عبد الله. للقادرون هود يعني ادي اوجه الاول تحيه وتقدير واحترام للاسر، للاب والام. ليه؟ لان انا يعني اب وعارف كويس قوي وعارف اللي عنده اسره بيبقى مهتم ازاي بابنائه وبناته يعني، وبيشيل همهم جدا في كل شيء، سواء هو كان حتى في ناس كتير جدا مش ما كانش كلهم يعني بيفكروا حتى يقول لك لما احنا مش هنبقى موجودين في الدنيا هم هيعملوا ايه. ده انا بتكلم على كل الناس. فالامر ده بيمتد اكتر للقادرون. فانا مش هنسى في اليوم ده ان انا اوجه للي موجودين معنا هنا واللي حتى اللي موجودين في بيتهم واحنا مش شايفينهم لكن ربنا شايفهم، بقول لهم متشكرين وكتر خيركم وربنا يعينكم ويكافئكم جدا جدا على اللي انتوا بتعملوه وعملتوه وهتعملوه لابنائكم. ده للاسر يا عبد الله. طب للشعب المصري اقول ايه؟ اقول مش للشعب المصري، لكل انسان يعني بيسمعنا دلوقتي، يعني عايزين نخلي بالنا من بعضنا، وعايزين نبقى دايما ان قدرنا نعمل حاجه حلوه نعملها، وما تستقلش العمل ده. يعني اقول النهارده حد بيعدي وانا موجود في الشارع، لو اللي بيعدي ده محتاج ان حد يساعده ولقى كل الولاد والبنات والشباب والكبار جريوا عليه عشان يعملوا كده، تفتكر رد فعله ايه؟ حجم الفرحة اللي هتخش على قلبه قد ايه؟ فاللي انا بقول للمصريين مش عشان يقدم احترام وتقدير وقبول يمكن، لا، انا بقول له الموضوع اكبر من كده بكتير. خليك اكثر إيجابية، وخلي عندك سعة، وخلي عندك رحمة، وخلي عندك عطاء كبير قوي قوي. وانا بقول الكلام ده والله انا بحلف، السعيد اللي هيقدر يقف جنب القادرون مين؟ السعيد. انتوا يعني هقول مش عارف الحكايه دي مناسبه ان انا اقولها، بس اسمح لي عبد الله اقولها. كان في ايام النبي عليه الصلاه والسلام صحابي اسمه جليبيب. اسمه ايه؟ جليبيب، اسم غريب شويه، بس هو ما كانش، كان فقير جدا وكان ضعيف جدا وكان شكله يعني ملوش حظ يعني، فكان ده مقدر جدا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مقدر جدا. هو كان ما عندوش حاجة يعني يلبسها ولا ده ولا، لكن كان مقدر جدا جدا جدا. فكان يقول له يا جليبيب مش هتتزوج؟ يقول له لا مال ولا جاه ولا جمال، من يقبل جليبيب؟ يعني مش عايز أكمل القصة، لكن عايز أقول لك إن الدرس اللي أنا تعلمته فيها منها يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قربه كان بيعلمنا إن إحنا نخلي بالنا وإن يبقى اهتمامنا وحبنا وتقديرنا والتعبير عن ده للضعاف وللي ظروفهم يعني ليهم حظ عند ربنا
الحظ ده امتى؟ مش هنا. الحظ ده يوم القيامة يا عبد الله. ما فيش حاجة مخلوقة في الوجود اللي احنا فيه ده كده. كل حاجة بحساب وبقدر، والملك ليه صاحب. والملك ليه ايه؟ صاحب. صاحبه مين؟ رب العباد. شايف كل حاجة ومطلع عليها. اللي عايز يعمل حلو الدنيا مليانة خير، واللي مش عايز محروم يعني. فبقول للمصريين اجروا وانتبهوا، مش بس على قد قادرون، على أي أمر ممكن تقدم فيه حاجة طيبة للناس، كل الناس. ست كبيرة في السن شفتها عايزة حاجة، قولها كلمتين طيبين. راجل كبير ماشي عايز تسنده، اسنده. يعني في كلام كتير قوي 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 قوي. يعني انا لما بلاقي مواقع التواصل بتتكلم في حاجات، كنت نفسي قوي ان اشوف فيها حاجات من دي، حاجات من دي كتير. مساعده الاخر، كل الاخر، كل الناس. لما قال يعني ما تكلمش على ان تبسمك في وجه، قال لك في وجه اخيك، ما قالش في وجه حد معين، وجه اخيك. صدقه. العطاء للناس، ما قالش اي ناس، صدقه. فبقول للمصريين اللي انتوا بتتكلموا على ان احنا قادرون عملنا فيها خطوه، لا دي خطوه قليله قوي ولسه بدري قوي قوي قوي. ولو كلنا حطينا في ايدينا في ايدين بعض وعملنا، هنعمل حاجه جميله وهندخل السرور مش بس على القادرون، على اسرهم. لان الاسر لما بتلاقي ان المجتمع مقدر ومحب وبيمارس التقدير وبيمارس الحب ده في الحالة القادرون، هو بيبقى سعيد كمان. فدي رسالتي للناس يعني. شكر جدا يا فندم، انت افضل اب لينا يا فندم. ربنا يخليك عبد الله، ربنا يخليك. ونروح بقى زي ما بتقال كده ختامها مسك. كابتن صلاح. كابتن صلاح هو من اكتر الناس اللي دمها خفيف على المنصة. يا كابتن صلاح ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. واخبار مزاجك النهاردة ايه؟ الحمد لله. طب ده شيء عظيم جدا جدا. ممكن تعرفنا على نفسك اكتر؟ في الاول احب اصبح على سيادة الرئيس. انا اللي بصبح عليك يا صلاح، ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. انا اسمي صلاح محمد صلاح، عندي 8 سنين في ثانوي ابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله. بتلعب رياضة بقى معانا صلاح؟ بتلعب ايه؟ بلعب ألعاب قوة وتايكوندو وسباحة وفي نادي باسكين. ما شاء الله، ألعاب قوة وتايكوندو التلاتة؟ في نادي باسكين. فين؟ في نادي باسكين. طب وفي ميداليات ولا ما بتجيبش ميداليات؟ عندي 11 بس نمت واحدة لصاحبي عشان كان زعلان. عندك 11 بس اديت لواحد صاحبك واحد عشان كان زعلان؟ جبر خواطر يعني. ربنا يكبر بخاطرك. طب ما تديني واحدة يا صلاح. عشان أدي لحضرتك طبعا. لازم تديني واحدة لو سمحت. أدي لحضرتك طبعا. شكرا جزيلا. طيب عايز بقى تسأل سيادة الرئيس تقول له إيه؟ إيه أكتر مادة كنت بتحبها في المدرسة؟ أكتر مادة كنت بحبها في المدرسة التاريخ. التاريخ بيبقى مليان دروس وبيبقى في موعظات كثيرة جدا. لو واخد بالك يا صلاح؟ معايا ولا ايه؟ عايز الله معايا. صلاح بس فخامة الرئيس كان متوتر شويه من قبل الحفله وبيقول لي وانا فعلا هشوف سياده الرئيس النهارده، فقلت له لا طبعا. فقال لي انا متوتر جدا، فهو بيبص لي بيقول لي انا كويس. ف يعني ده اللي متوتر يا صلاح. فالماده اللي كنت بحبها قوي كانت التاريخ. طب ليه التاريخ بعد كده؟ وبقى كل القراءة اللي بقراها دايما بقرا في اقرا في التاريخ يعني. فده بيبقى عبارة عن اكنك عشت زمانين، زمن اللي انت عايش فيه وزمن اخر انت ما كنتش موجود فيه بيتكتب لك، حتى لو كان فيه اخطاء، حتى لو كان فيه مش كامل يعني. فهو كانت مادة التاريخ. عايز تقول حاجة تانية يا استاذ صلاح؟ انا نفسي اطلع تيتا عمر. تطلع ايه؟ اطلع تيتا عمر. نفسه يطلع تيتا عمره. تيتا عمره. حاضر يا صلاح، حاضر.
ايه كمان؟ شكرا لحضرتك. طب هو بيقول لي انك انت دمك خفيف وكده، طب بس عشان اعمل حاجه عشان تيتا يعني. انا مطلعها بس عشان جده سامي كان عاوز يطلعها قبل ما ربنا يرحمه. الله يرحمه، الله يرحمه. حاضر حاضر. انا مش بتكلم في، انا بتكلم بقى عشان الموهبه دي، ما احنا الموهبه دي لو موجوده جامده هنطلعك بقى في التلفزيون تعمل حاجات تضحك الناس وتفرحها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا بكده تكون فقره حوار مع، لا خليني بس اطلع اتصور بقى معاهم زي ما وعدتهم. طيب ده شرف، ده شرف عظيم، ده شرف عظيم. تالي يا سيادة الرئيس اهو هيطلع علشان يتصور معاكي.